بسم الله وأهلا بكم في سين وصاد. اليوم حنتكلم على تطور حساب القبلة. قبلة المسلمين في الصلاة هي الكعبة، ومع توسع الإسلام بدأت المساجد تنبني أبعد وأبعد، وكان المسلمين يستعينوا بالشمس والنجوم لتحديد القبلة. لكن الطريقة هذه في وقتهم ما كانت على دقة عالية. ممكن نستخدم جوجل إيرث عشان نتأكد من اتجاه قبلة المساجد اللي اتبنت في أوائل الإسلام. كمثال مسجد الإمام علي في العراق، هنلاحظ أن القبلة جنوب شرق ووجهة المسجد جنوب والميلان ملحوظ. بس في شيء لازم نعرفه، إنه تحديد القبلة ما هي بالسهولة اللي نتخيلها حتى لو استخدمنا الخرائط الحديثة. مثلا مستحيل تمثل سطح كروي على مستطيل مستوي. لو أخذنا برتقالة ورسمنا عليها الكرة الأرضية وبدينا نقصها عشان نساويها بالمستطيل، هتلاحظوا إنه دائما حيكون عندكم فراغات، وإذا المستطيل صغير فيكون عندكم قطع زايدة. جوجل عندهم لعبة اسمها الماركيتر بازل توريك كيف تتغير أبعاد البلدان مع تغيير مكانها. هذه القطعة الغريبة اللي في شمال الخريطة هي السعودية، وهذه البلدة الصغيرة هي غرينلاند العملاقة. خريطة الماركيتر هي الأكثر استخداماً الآن، وأبغاكم تفترضوا أنكم في أمريكا. كيف حتكون وجهة القبلة؟ المعظم حيقول شرق جنوب، بس لو استخدمنا جوجل إيرث حنكتشف أنها شمال شرق. لخبطة صح؟ إيش الفكرة؟ أقصر مسافة بين نقطتين على كرة موجودة في الدائرة العظمى. فلو قصينا برتقالة من النصف، الجهة المقصوصة تمثل الدائرة الكبرى، ومثلنا أمريكا ومكة على البرتقالة، ورسمنا القبلة الصحيحة اللي هي شمال شرق، والقبلة الخطأ اللي هي شرق جنوب، وقارنا أطوال هذه الخطوط، هتلاحظوا الفرق في الطول ملحوظ. الخطوط المائلة ما هو شيء جديد علينا، ممكن نشوفها في المسار الجوي للطيارات. هتلاحظوا من الشرق للغرب دائما الخطوط مائلة، وعلماء المسلمين كانوا على علم بهذه الخواص عن الخرائط. بدأت المعرفة في العصر العباسي مع ترجمة كتب العلم من عدة لغات، وبدأوا العلماء يتعرفوا على علم الحساب والخرائط. بس الخرائط اللي شافوها ما كان فيها مدن المسلمين زي مكة وبغداد، فقرروا يرسموها بنفسهم ويضعوا مكة على الخريطة. مبدئيا قوانين المثلثات زي فيثاغورس ساعدتهم على حساب المسافات، بس مشكلتها ما تصلح إلا مع مثلثات قائمة الزاوية. بس في واحد عالم خطير اسمه أبو الوفا اكتشف قانون الجيب أو The Law of Sines اللي تصلح استخدامها مع أي مثلث. القانون هذا مستخلص من قانون أعظم يراعي ميلان الأرض اللي هو قانون المثلثات الكروية، والمثلث الكروي ممكن يشبهها بقشرة البرتقالة. خرائط المسلمين أصبحت المرجع من دقتها، ولو تأكدنا من قبلة مسجد أتبنى في العصر الذهبي زي مسجد ساموراء، هنلاحظ أنهم وصلوا مرحلة في الإبداع والتحديد والملاحة على العموم. الآن معظم المساجد قبلتها صح، والكل يستخدم الجي بي اس وجوجل ايرث لتحديد اي وجهة. بس لازم نعرف انه جوجل ايرث والجي بي اس الى يومكم هذا ما زالوا يستخدموا قوانين ابو الوفا للمثلثات. شكرا على المشاهدة، ان شاء الله عجبتكم الحلقة. ما نستغني من دعمكم، شير لايك سبسكرايب، شاركوني بارائكم كيف نحسن الحلقة او اقترحوا موضوع للحلقة الجاية، وسلامتكم، يعطيكم العافية.